بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم وتواجدتم، نحييكم ونرحب بحضراتكم عبر الهواء بثا مباشرا. نحييكم في ثامن أيامنا من عمر هذا المهرجان، في الثامن من شهر سبتمبر لعام 2024، من ميدان الطائف، هذا الميدان الذي يتشرف باحتضان أحد أكبر المهرجانات وأهمها، مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، والذي يحظى برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، وبتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن، وعلى رأسهم سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز رئيس الاتحاد السعودي للهجن ونائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية. فكل الشكر والتقدير على جهودكم القيمة، فمنكم تعلمنا أن للنجاح قيمة ومعنى، ومنكم تعلمنا كيف يكون التفاني والإخلاص في العمل، ومعكم آمنا ألا مستحيل في سبيل الإبداع والنجاح. انطلق وعلى بركة الله أقوى الأشواط وأعتاها في هذه الفترة الصباحية الكبيرة، انطلق وعلى بركة الله شوطنا الرئيسي المفتوح للإبكار الإجذاع، والخمسة كيلومترات هي المسافة التي ستحكيها وستنويها لنا هذه الأسماء الطامحة، هذه الأسماء الباحثة عن الفوز والانتصار. بداية إلى مقدمة هذا الشوط، ومن تفتتح هذا النداء لأرى اللي على الصدارة وعلى المقدمة. وصلت هنا الشحانية بشعار سالم بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، من تستفتح النداء ومن تأتينا على رأسي وحربتي ومقدمتي هذا الشوط. الشحانية إذا تتواجد هنا على الصدارة لتقود هذا الشوط، خير قيادة هنا على المقدمة، بينما الاسم الواصل والاسم القادم. وصلت هنا سحايب محمد بن علي بن علي محمد بن علي بن حمد المري، من يقدم لنا سحايب على المركز الثاني، على ثاني التحديات، على مركز الوصافة. بن بيشان قادم هنا على ثالث المراكز ليقدم لنا منذرة. حمد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي، من يقدم لنا منذرة، بينما الاسم القادم والاسم الواصل على رابع المراكز أرى الوصول والقدوم من شعار الفريدي، فهد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروه البريدي، من يقدم لنا وصال. بينما المركز الخامس وصلت هنا الذهب، مرحبا يا بالحزمي، مرحبا يا بن قناص، هادف بالحزمي بن قناص العامري، الضيف القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة هنا في هذا المهرجان الغالي، هنا في عروس المصايف، هنا في ميدان الطائف. مرحبا بجميع الضيوف بين إخوانهم وبين أحبائهم في هنا في أعلى أرضية هذا الميدان، فمرحبا بجميع المشاركين. بينما الاسم السادس اسم جديد وشعار جديد ينضم إلى هذه المعركة، وصلت هنا حاضرين لتحضر بقوتها، لتحضر بجبروتها، محمد بن علي بن محمد الجابر المري، من يقدم لنا حاضرين. بينما الاسم القادم وصلت هنا هجن زعبيل ليقدمون لنا ندى هنا على سابع المراكز، بن مراشد في عملية التضمير، أيضا إلى أسماء قادمة، الشعارات قادمة لا محالة. وصلت أيضا هنا هجن أم الزبار ليقدموا لنا بهجة، محمد بن بخيت بن برقان في عملية التضمير، ولكن لنا عودة بعد ما أتممنا على مسامعكم
عشرة المراكز الأولى المتقدمة، عودة إلى مقدمة هذا الشوط، عودة إلى صدارة هذا الشوط، عودة إلى التغيير الذي جرى وطرى هنا على مقدمة هذا الشوط. غيرت الشحانية بآمال أهالي ميدان الشحانية، بآمال أهالي ميدان قطر، دولة قطر الشقيقة، ميدان التحدي حاضر هنا، حاضرين هنا على مقدمة هذا الشوط. وخير من يمثلهم سالم بن محمد بن طالب بن عقيل، ولكن حذاري يا بن عقيل، أرى الأسماء بدأت تتحرك، أرى شبه الأوامر بدأت تصدر، بدأت تقترب الأسماء، بدأت حرارة هذا الشوط ترتفع شيئا فشيئا. بن مروشد قادم هنا على ثالث المراكز، وعينه على الصدارة، عينه على المقدمة، بدأ يغير من مركز إلى مركز ليحتل الصدارة، ليحتل المقدمة. هنا مع افتتاحة لوحة الألف والمئتين، ألف ومئتين، ما تفصلنا عن هذا النوماس الغالي، ما تفصلنا عن هذه النقطة الثمينة. يا ملاك، يا مضمرين، يا عشاق، هجن العاصفة بدأت تشن غاراتها، بدأت تعصف على مقدمة هذا الشوط. هناك من الجانب الآخر ليقدموا لنا الشاهينية على ثالث المراكز، من بدأت تتسلل من مركز إلى مركز. والتسلل في هذه الرياضة، التسلل مسموح في رياضة سباقات الآباء والأجداد، في رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. إذن بن مروشد مع هجن زعبيل ما زال على الصدارة، ولكن العاصفة، العاصفة وهجنها الشاهينية، من بدأت تغير من هناك، من الجانب الآخر. غيات الهلالي في عملية التضمير، غيات الهلالي في عملية التضمير، غيات الليالي إلى دانة الدنيا دبي، إلى دانة الدنيا دبي. إن لم يكن لهجن الشحانية رأي آخر في هذا الشوط ليقدموا لنا الحرقة على ثاني المراكز وعلى ثاني التحديات. جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل في عملية التضمير، ولكن الشاهينية ما زالت صامدة، ما زالت صامدة هنا على مقدمة هذا الشوط، صامدة باحثة عن نقطة ثمينة في هذا الشوط الرئيسي على أرضية هذا الميدان في هذا المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا. إذن متابعينا مشاهدينا الأعزاء، تهانينا والنوماس نزفها من هذه اللحظات، ونزفها من القلب إلى القلب، إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الأشقاء في دانة الدنيا دبي. واسعد الله صباحكم يا أبناء دولة الإمارات على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. إذن هجن العاصفة تحصد هذه النقطة الثمينة مع شعار هجن العاصفة وغيات الهلالي في عملية التضمير. المركز الثاني، إذن متابعينا مشاهدينا الأعزاء، نعود إلى العاصفة وهجنها بالتهاني والتبريكات على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، حيث كانوا عنوان هذا الشوط الرئيسي، ومن ذهبوا بالسلامات من هنا من بوابة ميدان الطائف إلى دانة الدنيا دبي مع الشاهينية والعاصفة وهجنها وغيات الهلالي. نعود إلى التوقيت الزمني وساعة الوصول، 7:43، 40 جزءاً من الثانية، بينما المركز الثاني وصلت هنا الذهبة ليحضر هادف بالحزم بن قناص بن علي العامري، من قدم لنا الذهبة على ثاني المراكز وعلى ثاني التحديات. 7:45، 96 جزءاً من الثانية، بينما المركز الثالث كانت هنا هجن الشحنية، من قدموا لنا الحرقة على ثالث المراكز وعلى ثالث التحديات. أما رابعا أتتنا هنا هجن زعبيل ليقدموا لنا ندى على رابع المراكز، والمركز الخامس وصل شعار بن مخيزيم على خامس المراكز ليقدم لنا العنود على خامس المراكز وعلى خامس التحديات. إذن متابعينا مشاهدينا الكرام، انتهت حكاية شوطنا الرئيسي الأول
المفتوح للإبكار الإجذاع في هذه الفترة الصباحية الكبيرة، وكان عنوانها الشاهينية بشعار هجن العاصفة. تهانينا للأشقاء، تهانينا للأحباء على هذا الفوز وعلى هذا الحضور الكبير وعلى هذا التألق في هذا المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا، مهرجان سيدي ولي العهد سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. أشواطنا متواصلة وتحدياتنا ومعاركنا الصباحية متواصلة في على أرضية هذا الميدان. شوطنا الرئيسي الأول للقعدان، شوطنا الرئيسي القادم، وبصوت الزميل يزيد السناني نتمنى له التوفيق ولكم حسن الاستماع.